بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده الزبادي، يعني بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا حبايبي نشوف هنحتاج لإيه. هنا معايا دي كده علب زبادي كانت عندي، كنت يعني لما بجيب الزبادي كنت بحتفظ بالعلب وبغسلها وبشيلها، دلوقتي بقى هعمل فيها الزبادي. طبعا هي العدد اللي عندي دوت، بس ايه انا هنشوف على حسب مع ايه ما ياخد معايا. هنا معايا ده كيلو لبن انا غلياه، وهو دلوقتي دافي، يعني يا دوبك اللي انت تقدري اللي انت ايه يعني تحطي صبعك كده فيه دافي كده. هنا بقى معايا دي كده الزبدايه، هبدأ بقى دلوقتي حبايبي اللي انا ايه نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضي كده الزبدايه ديت كده اهوت، وهبدأ بقى اللي انا ايه اقلبها مع اللبن. كده بس انا هوقف بس دلوقتي، هقلبها كويس وارجع تاني. دلوقتي حبايبي هبدأ بقى اللي انا ايه معايا مصفى كده اهوت، هبدأ اللي انا اصفي اللبن ده اهوت، عشان ايه عايزة بس اتأكد اللي ايه اللي هو ما يكونش فيه زبادي ولا اي حاجة ما اختلطتش، يعني الزبادي يعني لو فيه زبادي عايزاه يختلط كويس باللبن. فكده بقى انا ايه هصفيه. هبدأ دلوقتي بقى ايه ان انا ايه ادوبه. هوقف بس دلوقتي حبايبي عشان انا اللي بصور، هقلب بقى الزبادي ده هوت كويس عشان ما يبقاش فيه اي حاجة وارجع تاني. دلوقتي حبايبي انا قلبت كده الزبادي كويس. لازم الخطوة ديت علشان يطلع معاك الزبادي يعني يبقى يعني زي اللي بره بالظبط، يبقى ناعم كده وما يبقاش يعني يبقى الزبادي كده وات ايه اوت كده شايفين. كده حبايبي انا كده دوبت الزبادي كده كويس اهوت، كده ما يعني كده ما فيش اي حاجة بقى كده معايا. هبدأ بقى اللي انا ايه اشيل المصفى ديت. لازم الخطوة ديت علشان لازم تدوبي الزبادي كويس وتصفيه عشان يطلع معاكي الزبادي كده وات ناعم ويبقى زي اللي بره بالظبط. دلوقتي كده خلاص هبدأ بقى دلوقتي اللي انا ايه احط الزبادي كده اوزعه بقى في الايه في العلب اللي عندي. طبعا ممكن تعمليه في كوبايات. كده انا هنحط الزبادي كده كله كده وارجع تاني. كده حبايبي انا كده حطيت الزبادي كده في العلق، طلع معايا الكمية ديت. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اغطي كل واحدة كده بالغطا بتاعها. هحط الغطيان حبايبي وارجع تاني. دلوقتي حبايبي انا كده غطيت كده كل علبة بالغطا بتاعها. دلوقتي بقى هبدأ مدفية مية كده اهوت، معايا مية سخنة يعني مش سخنة قوي يعني بتغلي، دافية يعني. فهبدأ بقى دلوقتي اللي انا احطها كده اهوت. كده حبايبي خلاص كده بعد ما حطيت المية كده هدخل بقى الصينية دي هحطها في فرن البوتاجاز
واسيبها بقى كده اهوت لحد ايه يعني كام ساعة كده اهوت لحد الزبادي ما يعمل معايا. وهنشوف برضو هو هياخد وقت معايا قد ايه هقول لكم. ما هيت. كده حبايبي الزبادي كده خلص كده معانا. اوريلكم بقى شكله. هو كده خد معايا، انا سبته حوالي يعني 3 ساعات. ده كده حبايبي شكله. اهوت طبعا انا سبته 3 ساعات، فكان 3 ساعات ياما في جو الحر دهوت اللي احنا فيه. يعني اول ما فتحت عليه لقيته كان عامل ده كده حبايبي شكله، كان عامل شرش كده فوق الوش. فطبعا في جو الحر دهوت ما تسيبهوش، يعني هو ساعتين كده اهوت، من ساعتين لساعتين ونص كده اهوت، وتتابعيه يعني تشوفيه يعني اهوت. لقيته كده اهوت زي ما احنا شايفين عامل يعني شوية شرش كده اهوت من فوق. طبعا كل ده اهوت علشان ايه؟ علشان اتساب مدة اطول. لا فانتي يعني لما تيجي تعمليه يعني من ساعتين لساعتين ونص كده اهوت وتتابعيه، يعني بعد ساعتين كده افتحي وبصي عليه، يعني عشان هو مش هياخد وقت، يعني مش هياخد وقت معاكي. بس كده حبايبي، دي حبيت بس ان انا اقول لكم المعلومة ديت. زي ما احنا شايفين ده كده شكله. واتمنى حبايبي للفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. وطبعا هو في فترة الشتاء بقى بياخد يعني بياخد وقت اطول، يعني انما في الحر ما بيغيبش، يعني من ساعتين لساعتين ونص بالكتير خالص يعني. انما انا عشان انا سبته يعني نص ساعة كده زيادة، فعمل معايا كده زي ما احنا شايفين. اتمنى الفيديو حبايبي يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه فعلا. بحبكم جدا في الله. كان معاكم حنان الوراقي، منى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.